متحف الغموض بأربيل هو الثاني من نوعه بالعراق. فولو مي بهذا الفيديو لنشغل ذكائنا ونكتشف عدد كبير من الخدع البصرية ونغوص بعالم الخيال والأوهام. أهلا وسهلا فيكم واضح بمتحف الغموض أربيل. هذا المتحف بيعتبر أول متحف على مستوى العراق وإقليم كردستان، فكرته من دول أوروبا، لكن محتويات المتحف 60% هو صنع محلي من قبل مهندسين اثنين من محافظة دوك. عندنا خدع بصرية، مثلا لما بتطلعوا هون شو بتشوفوا؟ شخص حزين. طيب وهلا؟ شخص مبتسم. شخص مبتسم. هيدا الحيط شو وضعه؟ تمام. هاد كمان هاد بيسموه جدار التوازن، يا ترى راح تقدر تثبتي توازنك هون ولا لا؟ داخل هالستار في جسر ثابت، ولكن هل الحركة الوهمية الموجودة رح تخليني أعبره بسهولة؟ أولكم رح أقدر أتخطى متاهة المرايا بنجاح؟ خلوكن معي. بهيدي الغرفة الغامضة رح تشوفوا مشهد مضحك ومرعب بنفس الوقت. هيدي الزاوية الملونة مثل ما عم تشوفوا هي مخصصة للأطفال، بيشغلوا عقلهم وبنفس الوقت بيتسلوا.